بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن درس جديد وهو Future Forms اللي هو أشكال المستقبل. طبعا زي ما احنا عارفين إن المستقبل له 6 أزمنة بنستخدمهم للتعبير عن المستقبل. أول زمن عندنا The Present Simple اللي هو زمن المضارع البسيط. أول زمن عندنا The Present Simple Tense اللي هو زمن المضارع البسيط. طبعا زي ما احنا عارفين ان المضارع دوت يتكون من مصدر الفعل، زي ما انت شايف قدامك من مصدر الفعل. طيب يعني المصدر يعني الفعل صافي بدون اي اضافات، هو ده المضارع. طيب باختصار المضارع بيتكون من يا اما الفعل في المصدر زي بلاي لما يجي مع اي او ذي او وي او يو، يا اما بلايز مع هي او شي او ات، يا اما am وذو ار والباست بارتيسيبل لما الجمله تكون في الباسيف يعني المجهول. يعني باختصار المضارع البسيط حاجه من الثلاثه، يا اما بلاي يا بلايز يا am وذو ار والباست بارتيسيبل لو في المجهول. طيب الزمن الثاني اللي عندنا النهارده ذا بريزنت كونتينوس تنس، زمن المضارع المستمر. طبعا زي ما انت عارف بيتكون من am او is او are والفعل مضاف له ing، يا اما الباسيف بتاعه am was are وبينج والباست بارتيسيبل، ده المضارع المستمر في الباسيف. الزمن الثالث ذا نير فيوتشر اللي هو المستقبل القريب، بيتكون من am was are و going to والمصدر، الباسيف بتاعه am was are و going to be والباست بارتيسيبل. الزمن الرابع the future simple المستقبل البسيط، اوكي يتكون من will والمصدر، اوكي الباسيف بتاعه will be والباست بارتيسيبل. الزمن الخامس the future perfect اللي هو المستقبل التام، يتكون من اوكي will have والباست بارتيسيبل، المجهول بتاعه will have been والباست بارتيسيبل. الزمن السادس the future continuous tense المستقبل المستمر، المستقبل المستمر يتكون من will be okay أو may be، واحدة من الاثنين، يا إما will be أو may be okay، والفعل مضاف له إيه؟ ing. دول طبعا ال6 أزمنة اللي هما بنعبر بيهم عن المستقبل. تيجيني جملة ويديني 4 من دول واللي اختار جملة أو اختار الإجابة المناسبة. طبعا هما 6 بنعبر بيهم عن المستقبل، بس كل زمن له حالة خاصة. نبدأ مع بعض ونشوف ازاي نستخدم كل زمن للتعبير عن المستقبل. أول زمن عندنا the present simple اللي هو المضارع البسيط، وفكرك بيه اللي هو play أو plays أو am was are والباست بارتيسيبل في المجهول، هو ده المضارع. طيب امتى انا بستخدم هذا الزمن؟ قلنا نستخدم زمن المضارع البسيط للتعبير عن المستقبل. امتى؟ في حالة وجودي تايم تيبل يعني جدول مواعيد. يبقى لو في عندي تايم تيبل يعني جدول مواعيد يبقى اختار هذا الزمن. تاني القاعدة بتقول لي يمكن استخدام زمن المضارع البسيط للتعبير عن المستقبل، ينفع بس بشرط او في حالة واحدة. ايه هي هذه الحالة؟ لما يكون في عندي جدول مواعيد. جدول ايه؟ مواعيد يعني تايم تيبل. يعني جدول مواعيد زي مثلا جدول مواعيد الطائرات، المباريات، الافلام، المسلسلات، الامتحانات، المدارس، كل دي جداول ثابتة، فبالتالي استخدم معها زمن ايه؟ المضارع البسيط. خلي بالك جداول ثابتة. For example the exam الامتحان takes place أو present simple takes أي takes place on okay the 2nd of April في الثاني من أبريل. The film starts الفيلم starts at okay 9 o'clock الساعة 9، يبقى ده مضارع بسيط. أفكرك تاني the present simple اللي هو المضارع البسيط قلت لك بيتكون من am okay، يتكون من play في المصدر يعني الفعل في المصدر، يا اما بلايز مع هي وشويت و ام وذو ار والباست بارتيسيبل في المجهول. امتى استخدمه؟ لما
يكون الجملة عندي تايم تيبل، يعني جدول مواعيد ثابت. الزمن التاني الموجود عندنا النهارده ذا بريزنت كونتينوس تنس، زمن المضارع المستمر. طبعا زي ما انت عارف ان هذا الزمن يتكون من ايه؟ يتكون الزمن دوت من قلنا am او the are والمصدر مضاف له ing، الباسيف بتاعه am و the are وbeing والباست بارتيسيبل. طبعا دوت يدل على المستقبل امتى؟ في حالة وجود ايه بقى؟ ترتيبات مسبقة. يبقى يمكن استخدام زمن المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل في حالة وجود ترتيبات أو استعدادات مسبقة. تاني، ترتيبات أو استعدادات مسبقة. طيب for example ندي مثال، نقول بقى نقول he is having a party next week، الأسبوع القادم هيعمل حفلة. هل دي ترتيبات؟ أيوة ترتيبات. طيب ايه الدليل؟ هو قال لي الاسبوع القادم، ليه ما قالش بكره او بعده او الشهر الجاي؟ هو قال لي نيكست ويك، يعني محدد الميعاد الاسبوع القادم، هو عمل حسابه على انه هيعمل حفله. يبقى ده اسمه مضارع مستمر لترتيبات مسبقه، هو رتب اموره على انه الاسبوع الجاي هيعمل حفله، فبالتالي استخدم زمن المضارع المستمر. عندي هنا is having، is he is having. يبقى نقول تاني، يمكن استخدام زمن المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل في حالة وجود ترتيبات أو استعدادات مسبقة. الزمن اللي بعد كده اللي هو المستقبل القريب، the near future. طبعا زي ما انت عارف معايا ان هذا الزمن بيتكون من am أو the are و going to والمصدر، الباسيف بتاعه am و the are going to be والباست بارتيسيبل. هذا الزمن قلت يدل على المستقبل في حالة وجود بقى دليل. دليل اوكي، دليل اهوت، يعني ايه دليل؟ مثلا it is cloudy، السماء فيها سحب، يبقى it is going to rain. يبقى عندي اول حاجة دليل، تمام كده. تاني، السماء فيها سحب اوكي، يبقى it is going to rain، الدنيا هتمطر. الحاجة التانية، في عندي كلمة من هذه الكلمات الخمسة، زي ايه بقى؟ زي plan، يخطط، intend، arrange، prepare، organize. اي كلمة من هذه الكلمات ومشتقاتها يبقى استخدم مستقبل قريب. يبقى plan، intend، arrange، prepare، organize او مشتقاتها. يعني مشتقاتها يعني ايه؟ intend او intention، arrange او arrangements، prepare او preparations. يبقى اي كلمة من الخمسة ومشتقاتها اختار المستقبل المستقبل طبعا القريب. مستقبل مستقبل القريب. طيب اوكي، في عندنا بعد كده الحاجة التالتة اللي انا لما الاقيها استخدم المستقبل القريب. ايه هو بقى الحاجة التالتة ديت؟ هي بقى شيء اوكي، نكتبها هنا اللي هي شيء على وشك الحدوث. شيء اوكي على بقى وشك الحدوث، يعني ايه شيء على وشك الحدوث؟ يعني مثلا انا اقول لك لما تلاقي اي كلمه من دول هي تيك كير، تيك اوكي كير، تيك كير، او بي كيرفول، بي كيرفول، او واتش اوت، او لوك اوت. اي حاجة من الاربع كلمات دول يبقى ده اسمه شيء على وشك الحدوث، اوكي، استخدم المستقبل القريب. يبقى معنى كده المستقبل القريب عندنا كام حاجة؟ المستقبل القريب عندنا في كام حاجة؟ في ثلاث حاجات. اول حاجة عندي رقم واحد، قلت بقى دليل. دليل يعني ايه؟ دليل يعني حاجة هتحصل في المستقبل بناء على وجود دليل الان. دي اول حاجة، السماء فيها سحب والدنيا هتمطر.
he plays well هو بيلعب كويس يبقى he is going to win. اوكي حاجة تانية، لما تلاقي أي كلمة من الخمس كلمات دول ومشتقاتهم، طب إيه هي هذه الكلمات؟ عندي plan و intend arrange prepare organize، أي كلمة من الخمس كلمات دول ومشتقاتهم اوكي استخدم المستقبل القريب. الحاجه الثالثه شيء على وشك الحدوث، يعني ايه شيء على وشك الحدوث؟ يعني اوكي حاجه على وشك ان هي تحصل. زي ايه؟ لما تلاقي في الجمله كلمه take care او be careful او watch out او look out، على طول استخدم المستقبل القريب. باختصار شديد جدا انا بستخدم المستقبل القريب اللي هو the near future اوكي امتى؟ في حاجة من التلاتة، لما الاقي حاجة من التلاتة، اول حاجة عندي دليل، حاجة تانية خمس كلمات، حاجة تالتة شيء على وشك الحدوث. اقول تاني بستخدم المستقبل القريب اللي هو the near future اوكي للتعبير عن المستقبل، لما الاقي حاجة من التلاتة، رقم واحد دليل، رقم اتنين ايه كلمة من الخمسة، رقم تلاتة شيء على وشك الحدوث. اي حاجة من التلاتة دول اختار زمن المستقبل القريب اللي هو بيتكون من ايه؟ am with are و going to و المصدر. الزمن الرابع اللي بعد كده اللي هو the future simple المستقبل البسيط. المستقبل البسيط دوت افكرك بيه بيتكون من will والمصدر، will والمصدر يا اما will be والباست بارتيسيبل اوكي. طيب انا بستخدم هذا الزمن لما الاقي اي حاجه من الثمان تسع حالات، في عندي تسع حالات، لما الاقي اي حاله منهم انا بختار الاجابه اللي فيها will والمصدر يا اما will be والباست ايه والباست بارتيسيبل. طيب اول حاجه عندي طلب خدمه، طلب ايه خدمه؟ will you open the door for me، ممكن لو سمحت تفتح الباب ليا، يبقى ده طلب خدمه، انا بطلب حاجه من شخص معين، اقول له لو سمحت ممكن تفتح الباب، يبقى will you open the door for me will you، او عرض خدمه، انا بعرض خدمه على شخص معين. will I open the door for you افتح لك الباب، يبقى ايه الطلب والعرض، will you او will I الاثنين فيهم will، يبقى طلب خدمة وعرض خدمة اوكي. اتخاذ قرار سريع اوكي، I will give you money I will visit you I will buy it اوكي. يبقى اتخاذ قرار سريع، حقيقة مستقبلية، يعني حقيقة مستقبلية يعني ايه؟ مع ايه؟ مع السن، مع ايه؟ مع السن، يعني السن اول بقى ايه؟ I will be 18 years old next year، السنة الجاية هتم 18 سنة، يبقى إيه حقيقة مستقبلية، يعني إيه؟ يعني السن أو العمر. I will be 18 years old next year، السنة الجاية هتم 18 سنة. التنبؤ بالمستقبل بدون دليل، يعني حاجة هتحصل في المستقبل بس إيه بدون دليل عليها. I think أعتقد it will rain الدنيا هتمطر، أنا مجرد اعتقاد لكن ما فيش دليل، يبقى التنبؤ بالمستقبل بدون وجود دليل. عمل تهديد أو نصيحة أو تحذير، I will punish him if he does it again، لو عمل كده تاني أنا هعاقبه، يبقى عمل نصيحة أو تهديد أو تحذير. مع الروابط الزمنية أي أداة ربط زي after أو as soon as أو if، أي أداة ربط لو جه بعدها مضارع بسيط أوكي يبقى التاني هيكون إيه؟ will والمصدر، يبقى مع الروابط الزمنية وهنشوفها بالتفصيل في آخر الفيديو. مع الوعد أوكي I promise that I will come early I will come I will come، يبقى هنا إيه؟ هنا مع الوعد أوكي. بعد كده مع هذه الكلمات، في مجموعة من الكلمات أن لما الاقي أي كلمة منهم في الجملة أختار الإجابة اللي فيها إيه؟ will والمصدر تاني، يبقى أي كلمة من هذه الكلمات
اختار الاجابه في اول المصدر زي think believe okay sure hope probable probably decide expect predict afraid suppose certain certainly possible possibly. اي كلمه من هذه الكلمات موجوده عندي في الجمله على طول اختار الاجابه اللي فيها will وتاني والمصدر وليه will والمصدر. لما تلاقي اي كلمه من هذه الكلمات على طول انا هختار الاجابه اللي فيها ايه اللي فيها اوكي ركز معايا كده will اوكي والمصدر وليه will والمصدر. تاني انا لما الاقي اي كلمه من هذه الكلمات اختار الاجابه اللي فيها ايه اللي فيها will والمصدر اوكي. طيب عندي بعد كده في المستقبل التام، ده المستقبل رقم 5 اسمه ايه المستقبل ايه المستقبل ايه التام. طيب المستقبل التام دوت اولا افكرك بيه، احنا قلنا بيتكون من ايه، يتكون من will have will have will past participle، الباسيف بتاعه will have been will past participle. افكرك تاني المستقبل التام دوت يتكون من will have will past participle أو will have been will past participle. طب ده إمتى بقى بستخدمه؟ قلنا الزمن دوت يدل على حدث سوف يكتمل، حاجة هتكمل في المستقبل بس إيه؟ في فترة زمنية معينة. تاني حاجة هتكتمل في المستقبل في فترة زمنية إيه؟ زمنية معينة، فترة زمنية إيه؟ معينة. طيب أوكي عندي هنا الزمن دوت سهل جدا سهل جدا، ناخد مثال by next week بحلول الأسبوع القادم، أهو بحلول الأسبوع القادم I will have finished my work، هكون خلصت شغلي، هكون خلصت إيه شغلي، أوكي؟ ده اللي هو المستقبل التام. المستقبل التام سهل جدا، ليه سهل جدا؟ لأن هو فيه 5 كلمات، لما تلاقي أي كلمة من الخمسة دول في الجملة على طول أختار المستقبل التام، 5 كلمات. اي كلمة منهم اختار المستقبل ايه المستقبل التام. اول حاجة عندي بقى اي باي، وبعدها اي كلمة في المستقبل next week 2030 next month، اي حاجة في المستقبل يبقى اختار ايه اختار الزمن دوت. يبقى عندي باي هي رقم 1، رقم 2 in، رقم 3 on، رقم 4 within، رقم 5 this time next week او next month. اقول تاني في عندي 5 كلمات ما تنساهمش، 5 كلمات، لما تلاقي اي كلمة منهم في الجدول اختار المستقبل التام will have will past participle. ايه هما؟ by وجنبها كلمة في المستقبل in 2 days time او in 2 weeks okay on 2 weeks time within this time next week. 5 كلمات اقولهم للمرة الثالثة، عندي by وعندي in وعندي on وعندي within وعندي this time next week. يبقى أي كلمة من دول ألاقيهم أختار معها المستقبل التام، يعني will have will past participle will have will past participle. الزمن السادس النهاردة the future continuous tense المستقبل المستمر، طبعا ده يدل على أحداث سوف تكون مستمرة في المستقبل في وقت محدد. At 10 o'clock tomorrow I will be sleeping، بكرة الساعة 10 هكون نايم. أوكي حاجة تانية لعمل أعذار I can't meet you tomorrow، بكرة ما أقدرش أقابلك. ليه؟ I will be visiting my uncle، هكون في زيارة عمي، هكون في زيارة عمي. مع أوكي الأحداث التي سوف تحدث في المستقبل كروتين I will be playing football on Friday، يوم الجمعة أنا بكون بلعب كورة، ده أنت روتين يومي كل يوم جمعة أنت تلعب كورة، فأنت بتقول الجمعة الجاية هكون بلعب كورة زي إيه كل يوم جمعة. عندما نسأل بأدب عن ترتيبات will you be going will you be going okay to the supermarket، هل أنت رايح السوبرماركت؟ يبقى أنا بسأل واحد بأدب أوكي عن الحاجة اللي هيعملها، يبقى أنا بختار هذا الزمن. وكمان لما ألاقي إيه؟ لما ألاقي يقول لي مثلا tomorrow، ركز معايا كده tomorrow
اوكي from مثلا 5 to 9، بكرة من الساعة، بكرة من الساعة 5 للساعة ايه، للساعة 9 هكون بعمل كذا. اوكي يبقى هنا عندي هنا ايه، عندي ده برضو يدل على مستقبل ايه، المستقبل المستمر، المستقبل ايه المستمر. تاني افكرك، المستقبل المستمر قلنا احداث تكون مستمرة في المستقبل في وقت محدد. حاجة تانية عمل الأعذار. حاجة تالتة أوكي الأحداث التي سوف تحدث في المستقبل كروتين، يعني روتين حاجة بتكرر يعني. أوكي الحاجة الرابعة عندما نسأل بأدب عن الأشخاص، ولما لا كمان غدا من 5 لـ9 أو من كذا لكذا، أي حاجة من الحاجات ديت أستخدم زمن المستقبل المستمر اللي هو will be والفعل و I ing. هنشوف مع بعض دلوقتي بقى ايه بعض الحالات الخاصة. في عندي حالات خاصة هناخد بالنا منها. اول حالة عندي لما الاقي كلمة sink. sink عندي هنا ولاد اهي، لما تلاقي sink ديت والجملة من غير دليل اختار بقول المصدر، لكن فيها دليل اختار بين تو تاني. لما الاقي sink اهي يبقى في عندي اجابتين، في عندي اجابتين. اول اجابة عندي will والمصدر، will ايه، will go او will play او will study، will والمصدر. تمام امتى؟ لما الجملة اللي عندي ما يكونش فيها دليل تاني. يبقى لما لكن think في الجملة اوكي اختار معاها، اشوف عندي في الجملة فيها دليل ولا مفيش دليل. ما في دليل اختار will والمصدر، will ايه والمصدر. طيب يا مستر لو فيها دليل اختار اللي هي am are و going، going طبعا to و والمصدر. تاني السينك عندي موجودة قدام اهي، يبقى عندي ايه اشوف الجملة لو من غير دليل اختار اللي جاب فيها والمصدر، لو في دليل اختار اللي جاب فيها going to والمصدر. حاجة تانية arrange لما الاقيها اوكي، لو بعد فترة صغيرة اختار مضارع مستمر، فترة طويلة اختار اللي فيها going to والمصدر. تاني arrange، arrange لما الاقيها موجودة عندي اوكي اختار اوكي يا اما مضارع مستمر يا مستقبل قريب. امتى وامتى؟ لما تكون عندي بعد فترة صغيرة مضارع مستمر، فترة كبيرة مستقبل قريب. decide قرار سريع will والمصدر. لما الاقي decide عندي في الجملة هنقرا الجملة مع بعض، لو فيها اتخاذ قرار سريع اختار الاجابة فيها will والمصدر، لكن قرار مستقبلي يبقى going to المصدر. لما يكون في عندي time table، time table اوكي طبعا اختار المضارع البسيط، مضارع بسيط. طيب لو اديني جملة عن القطر مثلا وما في ساعة، برضو شيء بديهي القطر بيشتغل بمواعيد، برضو اختار المضارع البسيط. مع السمات الشخصية يعني he's intelligent، he's clever هو ذكي، يبقى he will succeed. تاني يبقى السمات الشخصية لا تعتبر دليل، السمات الشخصية لا تعتبر دليل. هو ذكي يبقى هو هينجح. المفروض انا اقول ايه he is going to succeed، لكن لا، السمات الشخصية لا تعتبر دليل، ولكن اختار الاجابة فايه will مصدر، will ايه والمصدر. مع التخطيط للمستقبل، التخطيط ايه، واحد بيخطط لمستقبله ان شاء الله لما اكبر احب اكون كذا، اختار الاجابه الفعليه am was are و going to والمصدر. مع الروابط الزمنيه، واحنا قلنا ده ايه، ده مهمه جدا الروابط الزمنيه، خلي بالنا منها مهمه جدا. قاعده بتقول لي بقى ايه، اي اداه ربط عندي، يعني اي اداه ربط عندي، زي مثلا على سبيل المثال if مثلا after before as soon as when، اي اداة ربط بوجه عام يعني. قاعدة بتقول لي بقى، اي اداة ربط في اللغة الانجليزية لو جه بعدها مضارع بسيط اللي هو play او plays او مضارع تصريف ثالث او ايه، او present perfect مضارع تام have او has والباست participle، يبقى ده او ده. يبقى لو جه بعدها مضارع بسيط، خلي بالك مضارع بسيط او مضارع تام يعني ده او ده، مش الاثنين، ده او ده،
لو جه بعدها مضارع بسيط او مضارع تام، التاني لازم يكون ايه؟ اول حاجه يا اما will المصدر، يا اما will have will past participle، يا اما will be will follow ing. اي واحد من التلاته، اي واحد الموجود عندك اختاره تاني. يبقى القاعده بتقول ايه؟ بتقول ان اي اداه ربط، اي اداه ربط عندي اوكي يجي بعدها مضارع بسيط او مضارع تام، يبقى التاني لازم يكون في ويل. اني ويل فيهم بقى؟ حاجه من التلاته، يا اما ويل المصدر، يا اما ويل هاف ويل باست بارتيسيبل، يا اما ويل بي ويل فعل ان جي. اوكي ده في حاله وجود ايه؟ رابط زمني وجاي بعده مضارع بسيط او ايه، او مضارع ايه، مضارع تام. ناخد مثال after، ادي after اهي، دي اداة ربط. after I finish جه بعدها ايه؟ finish اي مضارع بسيط. after I finish my work I will return back home، will والمصدر تاني. يبقى افكرك تاني، اي اداة ربط، اي اداة ربط زي if، after، before، as soon as، when، دي مجرد امثلة. اي اداة ربط لو جه بعدها مضارع بسيط او مضارع تام، التاني لازم يكون ايه؟ will والمصدر، will والمصدر، يا اما will have will past participle، يا اما will be والفعل و ing. وكده يبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. اوكي واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.